السلام عليكم خاوتي ازول، تحيه لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناه اوروفي نكديزات، قناه اخبار كره القدم الجزائريه وخاصه الافريقيه والعالميه ومحاربه الفساد الرياضي بكل انواعه. ولسنا تابعين لاي طرف، وتحيه عطره لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا، وتحيه عطره احترام وجلال لاخواننا في فلسطين وخاصه في غزه. ربي يرحم شهدائكم انهم احياء عند ربي مرزقون، وربي يصركم على العدو الغشيم الصهيوني. حصه اليوم مهمة، سنتكلم على اليوم مرة 100 يوم على انتخاب رئيس الفاف الجديد وليد السعدي. هل وليد السعدي وفق في 40 يوما؟ هل كان مثل سابقيه 2017 خير الدين زاتشي، 2021 عمارة الفاف المعين، و 2022 إلى 23 جهيد زفزحف؟ اليوم سنتكلم بكل صراحة، هل يوجد فرق أم لا؟ حنمدوا احنا الرأي تاعنا، والرأي يكون للمشاهدين الكرام هم من يقيم. أنا التقييم تاعي نقول اليوم، بنقول بكل صراحة، صادي جاء يوم 21 سبتمبر بعد استقالة جفزاف، بعد مشاكل عويصة وتعفن كبير في الاتحادية، وتكلمنا عنه نحن منذ 2017 بأن بعد ذهاب الحاج محمد الوراوة الأمور رجعت عكسية، والاتحادية رجعت سمعتها غير سمعة سيئة داخل وخارج الوطن. اليوم وليد صادي أنا واحد من الناس استبشرت به خيرا بأنه قد يكون منقذ، ولكن قلنا بلي قد يكون منقذ للاتحادية، وقلنا بلي هل يصلح؟ قلت لكم أنه يصلح للاتحادية، ولكن مش نقولوا بلي ممنوع من الخطأ. رئيس الاتحاد هذا وليد صادي استبشرنا في خير بكل صراحة، انتقدناه في بداية العودة في الشهر أو شهرين الأولين، انتقدناه انتقاد بناء، والفيديوهات موجودة، ولكن الآن الأمور رجعت إلى نسبها وراها في الإطار الإيجابي. وليد صادي 600 يوم بعد انتخابه مش شيتا ولا طحين ولا كرة، ماشي مليح، قسم بالله نقول لكم ماشي مليح، وتعرفون أن كده لست تابع لأي طرف، ولكن في هذه المئة يوم حوالي 85 أو 90% رئيس الفاف أموره إيجابية. وحنعطيكم اليوم الأمور متسلسلة، إنسان مستمع للانتقاد يصلح، يشوف الأمور، إنسان اللي يسمع للمعارضين ويصلح، هذا نستبشر بخير، مش إنسان عصبي غلق راسه. أي حاجة تنتقد في تكون نقد بناء يقوم بإصلاحها في الأسبوع أو الأسابيع اللي بعد الـ بعد الـ بعد الـ خروج المعارض، وهذا تحسب لي ولصدم الإنسان يحب الرأي pour tout le monde. احنا تكلمنا في امور انتقدناها وابيك تكون شفناها صلحها الحمد لله. لقاء اول حاجه بالماضي يوم انتخابه يوم 21 سبتمبر، اول مكتب فيدرالي قوي قام باقاله رومبو الرابطه المنحرف الذي كان مافيا باتم معنى الكلمه، ولكن وليد السعدي حطه عند حده، وهذا كان مطلب جماهيري، طبق المطلب الجماهيري واقال رومبو الرابطه المنحرفه المدعومه الدوار. في ذاك الوقت وكملها آخر أسبوع قام بتنحية البارون السيافة الحكم المونديالي لمونديال 2014، الكل يعرفوه، قام بالأولى ديكراداه، نقص له صلاحيات نحال وديزينياس وتعيينات الحكام اللي كان فيها فساد والفساد بالمالية المماليارة، وده القسم التكوين، والقسم التكوين الحكم المونديالي جمال حمودي لم يقدر على التحكم، ما بغاش يجيد غيابات كثيرة، دار خطأ جسيم في تعيين في قائمة الحكام الدوليين، والصديق قام بإقالته آخر أسبوع من شهر ديسمبر في آخر مكتب فيدرالي. قام بإقالة بسكري وزهير جلول اللي عيناته عينه زفزاف بطريقة أنورمال بقدرة قادر أرجع هذا ديتيان، وقام بتعيين منسول أنا اختيار تاعهم ما عجبنيش، ان شاء الله الكلام تاعي يكون بالمعكوس ويدير عمل كبير، ولكن انا ما اقتنعتش بيه وما اقتنعتش بالتعيين تاع المنتخب تاع الايفا، ان شاء الله يصلحونا في قادم الاسابيع. شفنا قام باقاله عصابه السيرا تاع الغرفه الوطنيه لفضل النزاعات على الجوار، كانوا ديزافر كبار، صادي نحاها بقرار رجولي، وهذه اللي فيها ماكله وفيها مافيا كبيره، كاين بعض الهيشر من المناجير الفاسدين راهم يقوموا بانتقاد صادي لانهم نحلهم هذه الغرفه تاع سينيرال تاع ليزافا تاع الجوار، وخلى لو ماتر نسيت اسمه يا ربي، لو ماتر محمود نسيته والله، لو ماتر هذاك تاع الافوكا اللي خلاه لاباس به. في قاده سينيرال قام بدار دي شوز شابين، دار البروتوكول مع ناسيونال 2 وناسيونال 3 والانديه العريقه، وناسيونال دار لهم بروتوكول تاع الديون ولا بريف كاع لي زيكيب ابليكاو هذا البروتوكول، حاجه تحسب لي وليد صادي كاع
كالرؤساء السابقين لم يقدروا على فعل هذا البروتوكول، والحمد لله كل أندية راهي راضية بهذا البروتوكول الذي تحسب لرئيس الاتحاد وقام باتصالات شخصية مع كل ولاة هذه الأندية وساعدهم بكل سهولة وكلهم راهم راضيين على هذا الأمر. هذه تحسب لابلاب اللي موراه من زاد شي روح واحد ما قدر يسوي هذه الأمور تاع الديون. بعدها قام بإنهاء مهام علي مالك رئيس رابطة الهوات اللي هو من 1996 هو معشش في الرابطات، هذا من ديناصورات. وكاين أمور تاني، كاين عدة رؤساء رابطات سيقالون في الأشهر وفي الأسابيع القادمة بإذن الله. قام بإنهاء أو بمعاقبة وكل حب حسب آخر ما اكتفيت، قام بإنهاء مهام عمار بهلول المدعو الشرشبي لرئيس رابطة عناب الجهوي اللي قصته انتهت نهائيا مع كرة القدم الجزائرية. كان رابطة بين الجهات اللي يترأسها بول فعاد راهو في الطريق في النهاية، كان رابطات ولائية حين ثلاثة أو أربعة حتكون عندهم تحقيقات في قادم الأسابيع رسمية، هذا أمر رسمي. هذه تحسب إلى وليد صادي. وليد صادي أخرج الجزائر من عقد زجاجة مع الفيفا في قضية الأولمبي المدية، كان قادر يجيب عقوبات صارمة للجزائر. جاب بأقل أضرار، جاب أمون تاع 50,000 فرنك سويسري وهي حوالي مليار سنتيم، وأصلح كل شيء مع الفيفا. هذا تحسب إلى رئيس الفيفا، رئيس الفاف وليد صادي. قام منذ رحيل محمد الرواوة قام برد الاعتبار لكولاج تكنيك المديرية التقنية الوطنية وحضر فيها جمال بالماضي شخصيا. وحاجة تريزامبل من قلت حاجة جمال بالماضي لأول مرة بعد ذهاب رواوة بالماضي لم يبهت يذهب إلى مقر الفاف، ووليد صادي قام بالاجتماع به في مقر الفاف، ودي تحسب وليد صادي صرامة. رد الاعتبار للتلفزيون العمومي ورجع الناخب الوطني جمال الماضي يتكلم كما يقول سويفون، تكلم استماع مستمر في التكلام ورد العلاقه بين التلفزيون العمومي والناخب الوطني، ورجع يتكلم معهم في كل مره. اخر مره تكلم معهم في تاع كافطور اللي غادي نلحقوها ان شاء الله، وباقي ديبلاسمون تاع لي جورناليست افيك لو طون ترجع ليسونسيال. بالماضي رجع علاقته مع التلفزيون العمومي اللي تحسب لوليد صادي، هو من امر بالماضي واقنعه بان يصلح علاقته مع التلفزيون العمومي. الكافرو هذه ليسونسيال ليسونسيال لي زونترينير قام بها وليد صادي. ثالث بلد بعد المغرب وتونس صادي قام بكل نفوذه وجاب لنا كافرو باش يديها غير طول العمر. وليد صادي اقنع الكاف ترافير عامر شفيق، بعته الى كل ديبارتمون تاع الفورماسيون تاع الكاف، واقنعهم بان يكون قبل نهايه السنه يكون كافرو. ولا بريف كان انطلاقه الاسبوع الماضي كافرو بحضور جمال الماضي بحضور رابح سعدان، وبعد الكان سيكون حضور للناخب الوطني لتنزانيا عادل عمروش ورفقة منشيخة مدرب سيمبا التنزاني. واللي تحسب لوليد صادي قام بلم الشمل كل الإطارات الكفاءة الجزائرية. التحكيم بقيادة عبيد شرف لعين وليد صادي، عين واحد شاب، ونشوف التحكيم رجع بقوة، ونشوف شباب وهذا، ونشوف كل فاسدين راهم إيكارتا واحد بواحد. وحاجة اللي عجبتني لي ماناجير تاع التحكيم راهي مغلوقة لهم دبليو سيس، راهم هابلين. عبيد شرف رفقة وليد صادي اللي هو رئيس التحكيم، وعبيد شرف هو النائب تاعو، قام بعمل جبار ولونساو شباب، والفساد راهي قل بحوالي 80%. الفساد باقي ولكن الأغلبية الفساد راح سوى اللي كانت أخطاء تقنية الله غالب إنسانية. كاين عقوبات شارمه للحكام، وهذه العقوبات جابت الاثر تاعها الايجابي للحكام، رجعوا يخافوا يديروا حسابات باللي النهايه تاعهم انقلبت. سوى الوضعيه الماليه للناخب الوطني جمال الماضي اللي حوالي 7 أشهر ما كانش خالص لي سالير تاعو، باقي ان غرو سالير، ولكن للغالب للاسف صادي لقى كونطراهيه. سوى وضعيه المدرب المنتخب النسوي، صفى ديون الفاف بوتي بي تي اي صفيها، العمال راهم يدوا اجورهم في 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 الشهر عادي. صادي ارجع الامور التنظيميه المنتخب رجعها بلس على بلس، ولا بريف راه كرا اوتيل ليكيب ناسيونال وما باش يدخل هذيك لا سيتي تاع لاكان، ودار لهم فندق كومبلي، هو جاهزه بكل مستلزمات باش يحط المنتخب الوطني وبالماضي في الطريق الصحيح. مراقبي الحكام رجعوا صارمين ودار لهم ديباش تاعهم، شفناهم في المباراه تاع الديربي تاع لمسيا ليزما. عين محسن المواهب، محسن حيمون تاع المواهب باش يجيب لي بيبي تاع الاوروب، صافي بليزير حاجه مليحه. لاول مره قام بسبونسور لبني ويوي باش يروحوا يشوفوا كوت ديفوار، جاب لهم ان سبونسور باش يدوهم يشوفوا المنتخب الوطني مع مناصري المنتخب الوطني، وهذا امر ايجابي. شفنا على بوكو خزطيوش ولا وقت عماره كانوا يروحوا بالمال تاع الفيدرالي، والان جاب لهم ان سبونسور، ماهمش يروحوا بالمال تاع الفيدرالي، ماهوش تبديل المال عام.
صادي عنده خطه محكمه لدخول الكاف باذن الله، خطه ما قال، لم يقل بلي غادي ندخل الكاف، ما دار حتى تصريحات، ولكن دار باللي لابريف غادي يترشح كنائب رئيس الاتحاد شمال افريقيا اليوناف، ومن بعدها اوتوماتيكمون غادي يرجع هو رئيس شمال افريقيا، ومن بعد سيكون له خدمه ونفوذ، يحضر اجتماعات الكاف ويروح ان شاء الله اون 2025 يكون عضو في الكاف. عنده خطه رفقه بعض سابقيه، رئيس الصفاف السابق رواح، يشتغلون سويا لان يكون تمثيل الجزائري قوي في الكاف بدايه من 2025 باذن الله. هذا هو الرجل اللي لم شمل الكره الجزائريه، رجل كان صارم، نتمنى له الخير. كاين سلبيات ممكن، الامين عام للفاف الحالي نادي البوزناد لم يكن عنده حسن ظن، ظني انا وظن كل المتتابعين، كاين امور خروقات حاب يدير جمهوريه واحده، نتمنى وليد صادق ان يقوم بمراقبه هذا الامين العام لانه قد يدخله كما يقولوا في الحيط كما قلنا باللغه الدارجه تاعنا. كاين تاني لم يقم بتسوية المنتخب النسوي، عفوا المنتخب المدرسي، ما راحوش فواياج وبسبب هذا الامين العام. نتمنى ولي صادي هذه الامور تافهه، هذه الامور ماشي تافهه، هذه الامور تستاهل تكون عندها قيمه، هذو اطفال لازم يقوم برد الاعتبار لهم في المستقبل. وهذه امور ايجابيه، مكتب الفيدرالي عنده مكتب فيدرالي كلهم من شباب واطارات، وان شاء الله هم يشتغلون في الامور الايجابيه. هذه 100 يوم لوصادي، قلنا له بلي حوالي 90 دنيا هي ايجابيه، نتمنى له حظ موفق في المستقبل. هذا رئيس دار لا توش تاعو ابري 100 يوم، انا نشوفه كاين لمسه تاعو، كاين امور ممكن نسيت بعض الامور، ولكن تكلمت على الاغلبيه. راح شاف رئيس الفيفا وعلاقته جيده مع رئيس الفيفا، وفي بليس الدوره الدوليه نسيت عليها غادي يديرها هنا، تابع الفيفا اللي غادي يديرها هنا في شهر رمضان ان شاء الله في مارس في الجزائر، دوره دوليه بحدود اكبر المنتخبات العالميه، صافي غرون بليزير. وكاين امور انا نشوفوا عنده القضيه تاع جوائز الكاف، شفناه رد الفعل تاعو كان قويه ورد الاعتبار ورجع معارض للكاف، رجع كلمه الجزائر لازم تعرف شي بني وين صفقوا. صادي مد رساله مشفره لرئيس الكاف وكل اعضاء الكاف بالجزائر، عندها سمعه وقاطع الحفله الكاف وعرف كي يوتيليزيها ميدياتيزي، وليد صادي يعرف يوتيليزي الامور اعلاميا من اجل ان تصل الرساله الى كل الفاعلين في الكره في العالم وخاصه في الكاف، مش مثل السابقين يعرفوا غير الشتاء والشتاء، لا هذا قال لك انا لازم كلمتي تفوت ونهضر حاجه ما تعجبنيش نهضر، صافي بليزير صادي كمل هاك انا معاك الي روتو كما يقولوا. وليد صادي انه في الطريق الصحيح، نتمنى بهذه الطريقه سيكون له شان كبير في المستقبل القريب باذن الله. عهده تبقى له مابا عام وشهرين او ثلاثه على نهايه العهده هذه اللي كانت تاع عماره. صادي في طريق مفتوح لانتخابه لعهده ثانيه وباذن الله لتاليه ثالثه باش نشوفوا اللمسه تاعها. وليد صادي من هذا ما بنقول لك انا معاك نساندوك في الامور الايجابيه، ولما تكون الامور سلبيه سنكون لك كنقاد بناء، سيكون انتقاد بناء لك، النقد البناء احنا نحبوه. انا نعرفوا صادي انسان رجل اعمال ابن عائله ملياردير، الله يبارك ربي يزيده ان شاء الله ويزيد لعائلته، وهو جاي يخدم، ما جاش يبروفيتي من لاجيري، ما جاش يسمع من السبت الاحد من الثامنه صباحا حتى التاسعه ليلا هو في مقر الفاف. المعلومات اللي عندي راه يروح اي ويكاند جمعه وسبت يشوف العائله تاعو ويشوف الوالدين تاعو، هذا لازم تشجعوه باش يزيد في رد الاعتبار للكره الجزائريه. برافو وليد صادي، حد موفق، ونتمنى لك كل الخير باذن الله ستدخل التاريخ باذن الله رفقه رئيس الفاف وليد روراوا. ولكن وليد صادي الامور كلها ايجابيه معك، لكن نتمنى ان شاء الله تقلل الخروج الاعلامي التسرع، ما شفناك في البدايه كنت متسرع ولكن الان رجعت رزين، ولازم قبل ما تدير حاجه تتشاور، وفقط نصيحتي لازم تقوم بمراقبه الامن العام للاتحاد الجزائري، كاين خلل، ونتمنى ان شاء الله تسمع لهذه النصيحه باسكو كاين انتقاد، وكاين انتقاد كبير على هذا النائب من عده اشخاص فاعلين ناس نزهاء انهم يشتكون كثيرا من هذا الامين العام، لازم كما يقولوا تسوي فيه وتحطوه في حد. هذا مكان هذه عجبتنا، لازم كما يقولوا هكا اعلاميا راك مليح ماكش تخرج بزاف، نتمنى تبقى كيما هاك، تخرج كليان تي في تخرج لها خطره في العام، بغيت تفوت ميساج فوتوا على وكاله الانباء مليحه كالعاده. نتمنى لك حد موفق وليد صادي، وان شاء الله ربي يوفقك، وحنا سنكون وراء كل شيء ايجابي، ولما تخطئ سنقوم بالانتقاد البناء. السلام عليكم 1 2 3 فيفا لاجيري.